الشباب من يخرج من بيته في هذه الأيام لا لشيء إلا ليخرب بلده بل وليسفك دمه. هناك من الناس من يخرج من بيته بلا هدف، ما هدف. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لا تكونوا إمعة. قيل وما إمعة يا رسول الله؟ قال أن تقولوا إذا أحسن الناس أحسننا وإن أساءوا أسأنا. أنا مع غيبة، طلع الناس بتشتم أطلع أشتم، طلع الناس بتهلل أطلع أهلل، طلع الناس بتتظاهر أنا معاهم، طلع الناس بتروح مع دول أنا معاهم، طلع الناس مع الباطل معاهم، مع الحق معاهم. لا تكونوا إمعة. سبحان الله، كثرة الخطى إلى الحسنات، كثرة الخطى إلى الجمعات، كثرة الخطى إلى الجماعات، أي إلى صلاة الجماعة. بالله عليك كم مرة بتدخل المسجد في اليوم؟ كم مرة بتصلي جماعة؟ يا شباب، الشباب اللي بنشوفهم مليين الميادين ما شاء الله، نفسنا نشوفهم مليين المساجد، نفسنا نعمل جمعة لصلاة الفجر، جمعة لصلاة الجمعة نملأ بها شوارع مصر. إنما للأسف تلاقي الميادين اللي بيسب واللي بيشتم واللي بيلعن واللي بيلعن واللي بيسب الدين واللي بيشتم في فلان واللي بيسخر من فلان واللي بيستهزأ بفلان واللي بيكتب مش عارف إيه واللي بيعمل إيه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق. إحنا بنتعص، ما نتعص من اللي ماتوا. الشباب اللي عمال يتقتل كل لحظه ده ما نتعص منه. هل مات على حق ام مات على باطل؟ هل مات وهو يدافع عن حق بين ام مات وهو في زمره الباطل؟ ما نتعص. اصل انت لما هتموت محدش هينفعك، لا فلان اللي سالك ولا اللي اداك فلوس ولا اللي قال لك خرب ولا اللي قال لك اعمل كذا وكذا. انت بس اللي هتتحاسب، هو هيتبرأ منك يوم القيامة. ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. أين العقوبة؟ أين العقوبة؟ فيما يختصم الناس وفيما تختصم الملائكة؟ لا تختصم الملائكة إلا فيك أنت، وأنت لا تختصم في نفسك ولا تتحدث عن نجاتك ولا تتحدث عن فوزك، بل ولا تجلس يوما تبكي عينك مستغفرا نادما عما اقترفت في حق الله من الذنوب والمعاصي، ولا تبكي يوما من التقصير في حق الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنما هي كلمة هو قائلها، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الموت يا أخوان، محدش بيفكر في الموت، محدش بيفكر يقعد يحاسب نفسه قبل ما يتحاسب. الموت قريب جدا مني ومنك، عملت إيه؟ كيف استعددت له؟ القبر ينادي كل من يأتي إليه، يقول له أنا بيت الوحدة، أنا بيت الوحشة، أنا بيت الدود، هذا ما أعددته لك، فماذا أعددت أنت لي؟ أعددت إيه للقبر؟ جهزت إيه لقبرك؟ وأنت هتكون وحيد لوحدك، لا أخ، لا مال، لا جاه، لا سلطة، لا عزوة، لا أي شيء، ليس معك إلا عملك. فهل سيشفع لك عملك هذا أن تكون ممن يظهر له الله عز وجل بعين الرحمة؟ فيما يختصم الملأ الأعلى يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم في الكفارات وفي الدرجات
هذا ما سنخبره بمشيئة الله بعد جلسة الاستراحة. أيها الإخوة الأحباب، اعلموا أنه ما من يوم ينشق فجره إلا وهو يناديك: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. قدم ما شئت تجده بين يديك، وأخر ما شئت لن أعود ثانية إليك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب حميد الرحمن. توبوا إلى ربكم يرحمكم. الحمد لله رب العالمين، وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا رسول الله الصادق الوعد الأمين. ثم ما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، فيما يختصم الملأ الأعلى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: في الكفارات وفي الدرجات. فقال الله: وما الكفارات؟ قال: كثرة الخطى إلى الحسنات. وفي رواية كما قلنا: كثرة الخطى إلى الجماعات، أي إلى المساجد. قال صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم ذهب إلى بيت من بيوت الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. قال صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد سجدة لله إلا ورفعه الله عز وجل بها.